أنا دكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال، كلية طب القصر العين. الوقاية من مرض الساعة، فيروس الكورونا، أهم حاجة إلزم بيتك، دي أهم حاجة، عشان لو أنت مفيش حد معدي حواليك مش هتتعدي، ولو أنت بعيد عن الناس مش هتعديهم لو أنت حامل للميكروب، لأن في جزء كبير لا يعاني من شيء في فترة حضانة وما يعرفش انه عيان، وممكن ما تظهرش عليه اعراض او تظهر اعراض بسيطه، فلازم نبعد عن بعض تماما. والدول اللي نفذت الكلام ده قدرت تخفض ارتفاع منحنى المرض، بحيث انه السراير في المستشفيات وفي الرعايات تقدر تستحمل الاعداد الموجوده. فالتوصيه العالميه الان هي الزم بيتك، مفيش حد ملوش لازمه يتواجد في الشارع او ينزل وينزل، لا، في ناس معينة قدرهم انهم هينزلوا، الكادر الطبي سواء ممرضات، ممرضين، دكاترة، ناس في معامل، في مستشفيات الحميات، والعز دي الكادر الطبي كله ده قدره كده. طيب الناس اللي بيشتغلوا في السلع الغذائية مضطرين ينزلوا، زي السوبر ماركت، دي قرارات دولة. فإذا كان انت مضطر تنزل هتنزل، لكن ما عدا ذلك مالوش دعوة بالنزول، مالوش لازمة النزول من أساسه، إلزم بيتك، دي أهم حاجة. طب تاني حاجة، الصحة العامة، البيرسونال هايجين اللي قلنا عليها، الغسيل الإيدين بالكحول لا يقل عن 60%، الأفضل 70 بس لا يقل عن 60، الغسيل بالمية والصابون، غسيل كويس يعني مش أقل من 20 ثانية كل مرة، والصابون اللي بيرغي، تمام، ما تحطش ايديك على اسطح وبعدين تحطها على بقك ومناخيرك، لو عطست او بتكح وبتعطس يفضل تلبس ماسك. طيب معكش ماسك، في تيشوز في ايدك حطيته وانت بتكح وتعطس عشان ما تعديش حد وتتخلص من التيشو في اول صفيحة قمامة مغطاة مش من المفتوحة. طيب ما معيش كلينكس او تيشوز وكحيت او عطست في كمي على طول زي ما منظمة الصحة العالمية بتقول، فكل دي احتياطات. طب في حاجة تانية اسمها السوشيال ديستانسينج، اضطريت انزل، مضطر، رحت بنك غصب عني عشان اجيب مرتبات الموظفين او عشان، طب اضطريت، في حاجة اسمها سوشيال ديستانس يعني البعد، المسافة لا تقل بأي شكل عن متر، يبقى كل واحد حواليه دايرة كده ما يدخلش في دايرة التاني متر. في ناس بتقول كل ما تزود المسافة هيكون أحسن، يعني لو متر ونص أحسن من متر، لكن المتفق عليه حسب توصيات المنظمة الصحة العالمية المسافة لا تقل عن متر.